أقامت جمعية الحكمة للمتقاعدين احتفال يوم الوفاء 11 لتكريم رواد العمل والمتقاعدين، وذلك برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة الجمعية. لحظات جمعت المتقاعدين من عدة مؤسسات، لحظات سعيدة كما أكدوا عليها واستشعرون فيها عظيم جهودهم في خدمة البحرين التي لم ولن تذهب سدى. جمعية الحكمة للمتقاعدين أقامت احتفال يوم الوفاء 11 لتكريم رواد العمل والمتقاعدين، وتأكيدا لاستمرارها بالعطاء لكل ما يصب في مصلحتهم، في حفل حضره عدد من كبار المسؤولين على رأسهم معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من المؤسسات وأعضاء الجمعية وضيوف المملكة. هذه الحفل بالنسبة حق المتقاعدين، يمكن أنتم شفتوا اليوم فرحتهم أن نجمعهم في مكان واحد، والجمعية يعني كل سنة لهذه النشاط وعندها عدة أنشطة أخرى. وطبعا ما ننسى أيضا الشركات والمؤسسات اللي قاعدة تساهم معانا والوزارات. هو يوم وفاء ويوم تكريم، ولمن هم أهل الوفاء ولمن هم يستحقون هذا التكريم. فلا شك أن لهذا التكريم المردود الإيجابي الكبير الذي يشعر المتقاعد بما قدمه. هذا الحفل يظل مهما نقدم للمتقاعد ما راح نقدر نوفيه في اللي قدمه خلال 30 أو سنة أو يمكن أكثر. مجموعة جديدة من رواد العمل والمتقاعدين احتفي بهم اليوم لدورهم الوطني، فلم يكن نجاح العمل الحكومي سيتحقق لولا الجهود المضنية والمخلصة لهؤلاء المتقاعدين، إذ عبروا عن فرحتهم بأن يجمعهم يوم التكريم، وهو اليوم الذي يحمل رسالة بالغة المعاني حرصت عليها الجمعية. حقيقة يعني الإنسان يحس بفرح أن عقب كل هالسنين اللي قضاها في خدمة الوطن وفي نفس الوقت الأعمال التطوعية اللي انخرط فيها من خلال جمعية الحكمة، زين لي شرف كبير أن أكون متواجد هني وأكرم من قبل الأعضاء والإخوة في الجمعية الموقرة هذه. أشكر جمعية الحكمة المتقاعدين على هذا التكريم، بالنسبة لي شيء وايد حلو وأثلت صدري من عقب خدمة تقريبا 35 سنة. تقاعدوا ولكن لم يتوقفوا عن العطاء، يسعون لرفض مملكة البحرين بكل الخبرات والجهود التطوعية والمجتمعية، في رسالة أكدوا فيها بأن خدمة مملكة البحرين واجب يلازمهم، فسيان ما بين العمل والتقاعد لمن عاهدوا أنفسهم بخدمة الوطن الغالي. تكريم للمتقاعدين في جمعية الحكمة للمتقاعدين هو إنصاف لجهودهم التي بذلوها على مدى سنوات لخدمة مملكة البحرين. لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين، فيصل حسين.